حسن الاستماع. بسيط. انا عميت فضل يا مدام على زين. توضيح فيما يخص عقود الشراكة. عقود الشراكة كما قال الطيب سعيد بيان كي سانتركالير انتر لي مارشي بوبليك اي لا ديليغاسيون دو سيرفيس بوبليك مي ايل نو سون با دي مارشي بوبليك ايل نو سون با لا ديليغاسيون دو سيرفيس بوبليك. Les marchés, les contrats de partenariat ne font pas illusion à la délégation ou bien au marché. Non, les contrats de partenariat, il y a un coût qui est bidé à tira. La mienne, dans le canon du Jazairi, on a pris dans le canon de l'eau, on a pris dans le canon du gaz, on a pris après le jour, on a parlé de ce qu'on a dit, le stade Boudri, ou le tachouf du nas le canon. Lidélik, on a parlé dans certains cas. سي لا ليجيسلاسيون كادر صافي دير توضع الاطار العام وتخلي باسكو اون اوكان كا نقدروا نوضعوا اطار عام دونك اتونسيون اتونسيون لي كونترا دو بارتناريا نو سون با لي مارشي بيبليك او بيان لا ديليغاسيون دو سيرفيس بيبليك لا هي عقود قائمه بذاتها هي تتواجد بين هذا وذاك تاخذ من هذا وتاخذ من ذاك لكنها هي عقود قائمه بذاتها عندها نقاط مشتركة عندها المميزات تقترب إلى الصفقة العمومية طارة وتقترب إلى التفويضات المرفق العام لكنها هي عقود قائمة بذاتها حنايا بوغ المومون اون با انكور ديفيني لي كونترا دو بارتناريا اون ديفيني لي مارشي بيبليك اون ديفيني لا ديليغاسيون دو سيرفيس بيبليك لا ديليغاسيون دو سيرفيس بيبليك المشرع المنظم في النص التنظيمي اشار الى طرق الابرام لا ريجي انتيغيسي الى اخر ذلك الصفقات العموميه عرفها في المرسوم الرئاسي وعرفها في القانون تاع 23/12 الذي الغى المرسوم الرئاسي تاع 15/247 لكن عقود الشراكة لا تعد صفقات عمومية ليست هي صفقات وليست هي تفويضات المرفق العام هي عقود قائمة بذاتها شكرا وأضيف إلى ذلك أن عقود الشراكة ليست خوصصة ليست خوصصة ليست وليست 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 نعم. وليست عقود استثمار نعم سي بور ان تي بو دير كو لو بروبليم اي فريمون ايبينو هان Et je rejoins un petit peu ce que disait l'Oustad Aït Mansour, حتى أنه من المستحسن أن لا نسميها بمفهوم الجمع عقود الشراكة. Je pense qu'il est vraiment très 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 intéressant من الجانب القانوني خاصة ونحن les juristes habituellement نحب الكلمة هكذا بدقة أننا نتحدث فقط عن عقد الشراكة باش نسميه من الآن pour le différencier déjà dès maintenant de tous ces contrats qui sont tout aux alentours. هذا يدل دلالة قاطعة على أن هذا الموضوع شيق وموضوع هام جدا وأرجو دائما اسكنو ديزون habituellement أن يسمعنا أهل الشأن في ذلك لأن الزملاء قد تعبوا في توضيح هذه المسائل من الجانب القانوني نرجو إن شاء الله على مستوى الهيئات المكلفة بالتشريع أن تأخذ بعين الاعتبار كل هذه المسائل لاجتناب خاصة مسألة أنه حينما يصدر القانون أن لا يكون عائقا كما قلت في سبيل توضيح المسائل لأنه بانتظار أن تتوضح أن الأمر عادة ما يكون العكس وللأسف تنتهي الجلسة الأولى وأحيل الكلمة إلى زميل الأستاذ بقى حسن رئيس اللجنة التنظيمية فلتتفضل مشكورا واشكر زملائي على المداخلات تاع الجلسه الاولى شكرا جزيلا. شكرا سيدي رئيس الجلسه. اذا قبل الشروع في اشغال الجلسه الثانيه ملاحظه فقط بالنسبه للحضور الذين لديهم اسئله او الرجاء ان يدونوها لاثارتها في المناقشه. قبل ذلك أدعو الحضور للاستراحة بوز كافي مدة 10 دقائق